اخذ مكالمه من الاخت نهال من انجلترا. اهلا وسهلا اخت نهال. سلام ونعمه يا حضره القسيس نزار، برحب سلام ونعمه المسيح معك وبكل او مع حضرتك ومع كل مشاهدين قناه الحياه الغاليين على قلب الرب. الحقيقه حضرتك وفيت وكفيت في عرض مش بس رائع لكنه شيق جدا عن سلطان السيد المسيح المطلق، وكمان مليان بالأدلة والبراهين. وبالأمانة حضرتك رديت على أي تساؤلات جوه قلوب كل المشاهدين سواء مسيحيين أو مسلمين. بس أنا عايز أقول حاجة ونصيحة من قلبي لكل مشاهد باحث عن الحق، وأصلي أنها تقبل في المحبة لكل من يشاهدونا ويسمعونا اليوم. لو حضرتك بتسأل لأنك متحير وعايز تفهم أكيد هتفهم، لأن الله لا يغض النظر عن المخلصين الباحثين عن الحق. لكن وبقول لكن، لو حضرتك بتسأل علشان تجادل مجرد المجادلة صدقني مش هتستفيد حاجة. فبقول لك من كل قلبي، لو عايز تتأكد من سلطان المسيح المطلق وتعترف بلسانك إنه هو الله الظاهر في الجسد، من فضلك من فضلك ما تسمعش للمعلومات اللي بتتصدر لك من الخارج، لكن تعالى وابحث ودور بنفسك في كتاب المسيحيين نفسهم الكتاب المقدس، واوعى حد يقنعك انه محرف. لو هو محرف طب فين الاساسي؟ ولو مش قادر كمان تدور بنفسك، اسمع البرامج اللي زي برامج القسيس نزار وغيره من المخلصين اللي تعبوا واجتهدوا علشان يثبتوا لنا كل المعلومات بالدليل والبرهان. وخد الابحاث دي واعمل عليها تشيك بنفسك، شيك، وانا متاكده انك هتكتشف الصدق في نقل كل المعلومات. والنهارده بالذات لما قال السيد المسيح انا هو، زي ما سمعنا، وقبل سيدنا ابراهيم كان هو كائنا، فانا مش عارفه اقول ايه ولا ايه، بس نفسي احط حته انه اقام نفسه من الموت، لان اخواتنا المسلمين بيقولوا طب وايه يعني اقام موتى؟ طب ما في انبياء اخرين اقاموا موتى. طب سؤالي النهارده، هل هذه الانبياء اللي اقاموا موتى ما زالوا حي احياء ولا ماتوا مره اخرى؟ الاجابه ماتوا مره اخرى، وقبورهم ملقانه بالعظام العفنه والنتنه، لكن الوحيد اللي قبره فارغا هو السيد المسيح له كل المجد. وصدقني محدش هينفعك في الآخرة إلا هو. يعني سامحوني، من الأنبياء يقدر أن يكون شفيعا لي يوم الآخرة؟ فالأنبياء جميعهم خطاؤون، لكن السيد المسيح أو عيسى بن مريم برأي القرآن هو الوحيد المذكور عنه إنه لم ينقصه الشيطان، ووقف بكل شجاعة قدام كل الجموع وقال جملته الشهيرة: من منكم يبكتني على خطية؟ فأرجوكم وأتوسل إليكم، رجعوا هذه الحلقة تاني واسمعوا المعلومات اللي فيها كذا مرة قبل فوات الأوان، لأن الأبدية مش مئات ولا ألاف ولا حتى ملايين السنين، لكنها أبدية لا نهاية لها. فدونت ريسكت، لا تغامر بحياتك الأبدية. تعالى للي قال: من آمن بي له حياة أبدية، ومن لم يؤمن بي لن يرى حياة أبدية بل سيمكس عليه غضب الله. اللي قال كده هو السيد المسيح، ومن منا يقدر أن يتحمل أن يمكس عليه غضب الله؟ أصلي من كل قلبي أن هذه الحلقة تكون سبب استنارة لكثيرين باسم الرب يسوع. آمين. والرب آمين. يبارككم. شكرا جزيلا أخت نهال، ربنا يباركك على هذه المداخلة الحلوة. We'll be right back.